النشرة: لقاء وعشاء بين عون والحريري في بيت الوسط. في الخاص: عسكر تمديد لمين؟ اللي بده يحصن جيش بمعركة ضد الإرهاب بشرع قيادته الجماعية وقائد الجيش. بعد ترحيله من تركيا، دقماق يلقي بتهمته على الشهال. السيسي مع الجيش عند الحدود. احنا جاهزينه ايه؟ هنجهز اكتر. ريف حلب يعود تدريجيا الى النظام. صباح الخير. في خضم ويندي وأبيضها الذي لامس هذا الصباح العاصمة بيروت مسبوقا ببرد قارس لف البلاد منذ الليل، ثمة ويندي تحمل رياحا ساخنة تشي بخطوط عادت الحرارة إليها بعد انقطاع. ففي بيت الوسط لقاء جمع رئيسي التيارين البرتقالي والأزرق، وفي اللقاء عشاء تزامن واحتفال الجنرال ميشيل عون بعيد ميلاده. أما بعد فإن الحريري سيجتمع اليوم برئيس حزب الكتائب أميل جميل في إطار اللقاءات السياسية التي يجريها مع قيادات الرابع عشر من آذار لتفعيل الحراك السياسي على الساحة اللبنانية بحسب ما أوردت صحيفة اللواء. وعلى مسافة حوار التيار الوطني وتيار المستقبل، كانت الجلسة السادسة من حوار حزب الله المستقبل في عين التيني، وإن تظللت بخطابين حدين إلا أنها تلقفت دعوة الأمين العام لحزب الله لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وفتحت النقاش حول آلياتها. السياسيون يرشحون ودا، ورئيس الحكومة تمام سلام يجلس على فراغ حكومته التي تعطلت لغتها عن الكلام، فيما الفراغ الأول دخل شهره التاسع من دون ظهور عوارض طلق للولادة. ومن قلب الفراغ تسللت قرارات التمديد في السلك العسكري لوزير الدفاع سمير مقبل، والسلك على الجرار إذ تتوقع الأوساط السياسية تمديدا آخر في قيادة قوى الأمن الداخلي. وسط مشهد لبناني مترهل للمؤسسات، قمتان عالميا وإقليميا على معالجة التطرف وتقويم سير الضربات العسكرية لدولة داعش. ففي الرياض حضرت نحو 60 دولة برؤوسها العسكرية لمناقشة فعالية الأشهر الستة من ضربات التحالف. وفي واشنطن افتتح نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة للرؤوس السياسية في البيت الأبيض تستمر 3 أيام بشأن التصدي لعنف المتطرفين. لكن لا التحالف قضى على داعش، ولا أمريكا تنوي من البيت الأبيض القضاء على هذا المد الأسود. نقلت صحيفة سفير عن زوار قائد الجيش العماد جان قهوجي قوله: إن البعض مشكلته ليست معي، وقد اختار العنوان الخطأ لمعركته. وبصراحة أكبر أقول للعماد ميشيل عون: لست أنا من يعرقل أو يمنع وصوله إلى الرئاسة، بل سأكون في طليعة مهنئيه إذا انتخب، وربما سأصل قبله إلى قصر بعبدة لتقديم التهنئة. وأضاف قهوجي بحسب زواره: ما يحول حتى الآن دون ذلك أن هناك مكونات لبنانية تمتنع عن تأييد عون، وهذه ليست مسؤوليتي. وتابع: شخصيا لا أخوض بأي شكل من الأشكال معركة الرئاسة، أما إن حصل تفاهم على اسمي فلن أتهرب من تحمل مسؤوليتي الوطنية، كما أنني لن أكون معترضا على اختيار أي اسم آخر قد يتم التوافق عليه. وفيما خص دفعة السلاح الفرنسية الأولى المندرجة في إطار هبة 3 مليارات دولار السعودية، أوضح قهوجي أن ثمة تفاصيل لم تكتمل حتى الآن بين السعوديين والفرنسيين، وأنه سيتابع الأمر خلال زيارته التي بدأها إلى الرياض للمشاركة في اجتماع قادة الجيوش المعنية بالحرب على الإرهاب.
في الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل الذي انعقد بجلسته السادسة مساء أمس في عين التيني، دعا بيان المجتمعين القوى السياسية والمرجعيات إلى المساعدة على وقف ظاهرة إطلاق النار في المناسبات أيا كان طبعها. وأشار البيان إلى أنه جرى تقييم إيجابي للخطة الأمنية في البقاع والخطوات التي حصلت على صعيد نزع الأعلام والصور في المناطق المختلفة والالتزام الجاد بها، كما جرت مقاربة للدعوات المتبادلة حول سبل الوصول إلى استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وفتح النقاش حول آلياتها. لقاء وعشاء في بيت الوسط بين الرئيس سعد الحريري والجنرال ميشيل عون. بري يطلب من الحكومة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 11 من آذار المقبل. وأخبار أخرى في بانوراما محلية لرونا حلبي. استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب الممدد ميشيل عون، يرافقه وزير الخارجية جبران باسيل، وعقد معه اجتماعا في حضور النائب السابق الدكتور غطاس خوري، وجرى عرض لمجمل الأوضاع السياسية في البلاد وآخر المستجدات الإقليمية، واستكمل البحث إلى مائدة عشاء أقامها الرئيس الحريري على شرف العماد عون. أعرب رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري عن قلقه من شلل المؤسسات الدستورية، ونقل النواب الممددون بعد لقاء الأربعاء أن الرئيس بري حث رئيس الحكومة تمام سلام على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لتمكينه من عقد جلسات تشريعية. هذا وقد أثار نواب التيار الوطني الحر موضوع التمديد لبعض الضباط، ورأى بري أن الموضوع بحاجة إلى درس. ما بيصير كمان أنه وزير يقدر يعطل عمل مجلس الوزراء، هذه أكيد ما بيصير، منا مقبولة. بعدما أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم الأربعاء في 11 من آذار المقبل، رأى عضو كتلة نواب الكتائب النائب إلي ماروني أن المسؤول الأول والأخير عن الفراغ الرئاسي هو معطل النصاب، طالبا أركان الحوار أن يضعوا بند الرئاسة بندا أولا على جدول أعمالهم. يظهر أننا قد دخلنا في الروتين الممل والقاتل، وأصبح موضوع رئاسة الجمهورية في عالم النسيان، وبدأنا نفتش عن آليات الاستمرار في عمل الحكومة التي أصبح فيها 24 رئيساً للجمهورية. المجلس إدارة الضمان أقر ووافق على التعديل مثل ما جاي بالقانون، اليوم ما عاد في أي عائق لطباعة هذه الوصفة. أكد وزير المال علي حسن خليل استعداد وزارته للتعاطي الإيجابي والمسؤول في مناقشة المشكلات التي تعانيها الهيئات الاقتصادية، مشدداً على أهمية تنظيم ورشة عمل مشتركة بين هيئات القطاع الخاص ووزارة المال في هذا الشأن. كلام خليل جاء في لقاء حواري نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. في منظومة متكاملة من الفساد متحكم بهذا القطاع خلال مرق عليها عقود من الزمن. هذا الأمر أنا بعترف أنه صعب تفكيكه، لكن ليس مستحيلا، وبدأنا بخطة جذرية على هذا الصعيد. ننوه بالتطور البارز الذي شهدته وزارة المالية منذ تولي مهامه الوزارية، ولا سيما في مجال الإجراءات الجريئة التي يقوم بها للإصلاح وقطع دابر الفساد وحماية أموال الخزينة العامة. رغم مرور أكثر من أسبوعين على توقف العمل بردم الحوض الرابع، استأنفت شركة حورية لأعمال الردم صباحاً عملها بخلاف الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية البطريركية المارونية، الأمر الذي دفع أصحاب الشاحنات إلى التصدي لعمال الشركة، فأقفلوا الطرق المؤدية إلى الحوض الرابع احتجاجاً، ما استدعى تدخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كما تفقد وزير التربية ليس بصعب مرفأ بيروت. حل بإيد خلص. رئيس الحكومة خلص. هو قال وخبر حتى مرفق بيروت أنه هو بانتظار الوقت المناسب تيعالج الموضوع. قبل ما يعالج هو الموضوع شغل ما راح يصير فيه على المرفق.
دهم مفتشو وزارتي الصحة والزراعة وعناصر من مكتب أمن الدولة مزرعة لتربية الخنازير في بلدة عنجر بعدما تبين أنها تربي خنازير بطريقة غير صحية وغير مستوفية للشروط، وأنها تطعمها نفايات عضوية تلقيها المطاعم المنتشرة في عنجر. مثل ما بتشوفوا في أنانة ماي بلاستيك، في أنانة بيرة، أنانة بيبسي، تنك، في كفوف هون، الكفوف تبع المطاعم، يعني الخنازير عم ياكلوا زباله. انا بفضل ما بعرف، هذه الخنازير لازم يصير في عليها حظر، لينعمل لها فحوصات، بعد ما ينعمل لها فحوصات تتاكد اذا سليمه تنحط بمكان ثاني، اذا لا لازم تعدم. وبناء عليه جرى اقفال المزرعه وختمها بالشمع الاحمر بناء على اشاره النيابه العامه الاستئنافيه في البقاع. اقتراحات غير دستورية لعودة العمل الحكومي، والوزير غازي زعيتر يقول للجديد الحكومة تعطل نفسها بنفسها. تقرير ناسي السبع. الحكومة لم تخالف الدستور لكنها اعتمدت آلية تتعارض والدستور، تبرير ملطف لحكومة سارت على الطريق الخطأ منذ 10 أشهر، حكومة لم يصدر عنها قرار واحد بالتصويت، وكل وزير فيها قادر على التحكم بأمور البلاد والعباد لكونه يتمتع بحق الفيتو عن غير وجه حق. أنا بتقييمي للمرحلة السابقة هذا ما بيجوز، لأنه مش رح نقدر ننتج. ساعتها بتصير على طريقة أعطيني لأعطيك أو مشيلي لمشيلك. هذا مش عمل إدارة ولا عمل سلطة ولا عمل حكومة. أنا بعتقد يمكن الدستور وقت اللي نحتكم للدستور بعتقد كلنا نكون مرتاحين، علماً أنه تطبيق المواد الدستورية ما فيها أي انتقاص لصلاحية أي جهة، لا صلاحية رئيس جمهورية عم تنتقص، لأنه النص الدستوري أعطى للحكومة وكالة صلاحية رئيس جمهورية. نحن على كل حال عم نعيش على ضفاف الدستور اللبناني، لأنه هالمادة اللي وجدت لانتقال صلاحية الرئيس، المادة 62 من الدستور، لم تنوجد لتنظيم وضع دائم أو شبه دائم بالتعطيل. مسألة الإجماع ما عليه نص في الدستور اللبناني ولا بمطرح في إجماع بالدستور اللبناني أبدا. وفي مبدأ قانوني قلت لك بيقول لك لا إجماع دون نص، باد يونانيميتي سان تكست. فنحن إذا نحن نروح لنشترح هذا الحل عم نروح نحو إمكانية تعطيل القرارات الأساسية اللي بحاجة لها البلد اليوم. لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أما الآلية التي يعمل عليها لإعادة لم الشمل الحكومي فغير دستورية أيضا، التصويت على القرارات العادية بالثلثين، أما ما يعرف بالقرارات السيادية فبإجماع أصحاب الفخامة الوزراء. ربما تكون هذه أحد الحلول يعني، بس برجع بقول أنا إذا بدي يعني حاول ناقش موضوع دستوريته او عدم دستوريته، لا ما أنا دستوري، الدستور واضح. اليوم شو المخرج؟ يعني على الطريقه اللبنانيه محاوله لحل حاله الامور حتى نقدر نضلنا مسيرين، لانه بالنهايه نرجع منقول نحن بحاجه لانتخاب رئيس جمهوريه تكتمل السلطه ساعتها، ما حدا بيعود الا اذا كان البعض بخلفيته بده يعدل الدستور او بده يعدل الطائف، هذا موضوع آخر. هل تتوقع انعقاد جلسة الأسبوع المقبل؟ يعني بتوقع أولا، لأنه في من الأسباب الموجبة أنه الحكومة لازم تشتغل وإلا بتكون عم تعطل نفسها بنفسها. منيح وبكون مقبول أنك تروحي للثلثين، لا بتكوني عطلتي البلد بالإجماع ولا استهنتي بصلاحية الرئيس بالأكترية العادية. طيب هون اليوم المطروح أنه تكون القرارات العادية تأخذ بالثلثين والاستثنائية إذا صار قرارات استثنائية بالإجماع، منيح هاي الآلية يعني؟ يعني بس لكن بدك تتوقعي إنه هالحكومة رح تكون حكومة تصريف أعمال بهذه الحالة، لأنه ما بقى رح تقدر تبت بقضايا مصيرية إلا قلما تقدر تبت فيها. وفي انتظار الخروج من المعمعة الحكومية ففخامة الفراغ بات يمسك بكل الصلاحيات بلا أحم ولا دستور. نانسي السبع، قناة الجديد. قرار وزير الدفاع سمير مقبل التمديد للعميد محمد خير بين قانونيته بناء على قانون الدفاع الوطني والدستور الذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحية التعيين والإقالة وتعديل الوضع الوظيفي. تحقيق باسل العريضي. سحب ثقة تكتل التغيير والإصلاح من وزير الدفاع سمير مقبل على خلفية التمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمد خير
أثار إشكالية صلاحيات الوزير والتراتبية العسكرية. والتكتل استند على مواد من قانون الدفاع الوطني للطعن سياسيا في القرار. ولا يمكن تأجيل هذا التسريح بقرار إلا في حالتين غير متوافرتين: إعلان حال طوارئ في البلاد وتكليف الجيش بحفظ الأمن. المقصود بحفظ الأمن ليس هذه الاستمرارية التي تتيح في كل حين لوزير الدفاع اختزال سلطة مجلس الوزراء واختزال سلطة التشريع. المقصود بالمادي العمل العملاني الذي يقوم فيه ضابط بهدف حفظ أمن في منطقة معينة ومصادفة حلول تسريح الحكم من الجيش أثناء قيامه بواجبه بحفظ الأمن. وإلا من التسعينات لليوم شرع الجيش على قرارات تأجيل التسريح. في ظل الغياب أو الشغور في مركز رئاسة الجمهورية لمعنويات موقع الرئاسة، لا يجوز أن يحصل تعيين الآن لأمين عام مجلس أعلى للدفاع، خاصة أنه مجلس أعلى للدفاع مكوناته تجتمع حاليا ولكن لا تجتمع تحت تسمية المجلس الأعلى للدفاع لمعنويات موقع رئاسة الجمهورية. كمان اللواء خير هو عضو، حكما عضو بالمجلس العسكري، المجلس العسكري الذي يسير أمور المؤسسة العسكرية. يعني إذا صار في شغور بالمجلس العسكري بطل يقدر ينعقد في أمور كتير تتعطل بالجيش. نحن بظرف استثنائي، نحن بحالة حرب، فضلا عن أنه نحن الجيش مكلف بالمحافظة على الأمن منذ العام 91 بموجب قرار مجلس وزراء رقم 1 تاريخه 28/11/91، الجيش مكلف بالمحافظة على الأمن. التكتل يستند أيضا إلى المبدأ القانوني أن السلطة التي تعين هي المخولة تعديل الوضع الوظيفي، فيما يعتبر البعض الآخر أن حالة العميد خير هي تأجيل تسريح مدة 6 أشهر. هل تعرف أن مجلس قيادي اليوم أو ما يسمى بالمجلس العسكري غير متوافر؟ لا النصاب ولا الحضور ولا التكوين. 3 منه مؤجل تسريحهم، قائد ورئيس الأركان واليوم الأمين العام لمجلس الدفاع، و3 شاغر، المفتش العام والضابط العام. ليه؟ اللي بده يحصن جيش بمعركة ضد الإرهاب بشرع قيادته الجماعية وقائد الجيش. حالة الحرب اللي هي حتى لو كانت غير معلنة ولكن هي حالة حرب واقعية اللي عم يتعرض له الجيش بجرود عرسال وبكافة المناطق بلبنان بتستدعي اتخاذ قرارات استثنائية. نحن بظرف استثنائي. والسؤال السياسي الذي يطرحه المعترضون على هذا القرار، هل هو تمهيد لقرارات تمديد لضباط آخرين؟ ينبئ هذا القرار بسلسلة من القرارات القصد منها إدامة المواقع العسكرية بأيدي من هم اليوم يتولون المسؤوليات العسكرية. هذا القرار مرفوض منا بالمبدأ. إن هل قائد الجيش اليوم في هذا الظل الشغور الحاصل في البلد يستطيع أن يطلب التمديد لنفسه؟ طلب سابقا وتمدد سابقا. يعني بظل الظروف الراهنة عدم حصول هكذا تمديدات هو أو تأجيل تسريح، خلينا نكون واضحين بالعبارة، هو الذي يؤدي إلى خلل في المؤسسة العسكرية. اعتراض التكتل يأتي من خلفية التخوف من التمديد للضباط آخرين، مع تسجيل اعتراض مسبق على أي محاولة لتمديد جديد لقائد الجيش. أما التخوف الآخر عند التكتل وآخرين أن يكون ما حدث اليوم تمهيدا لتطبيقه على قيادة قوى الأمن الداخلي، على اعتبار أن ما يسري على الجيش ضمن قانون الدفاع الوطني لناحية تأجيل التسريح لا ينطبق على قوى الأمن الداخلي إلا في حالتي الطوارئ وإعلان الحرب، وهذا غير موجود حاليا. والاستناد إلى القانون 17 لقوى الأمن الداخلي غير قانوني، ومن هنا تتضاعف الشكوك في الأسباب الحقيقية لتعطيل عمل مجلس الوزراء. باسل العريضي، قناة الجديد. السلطات التركية ترحل بلال دقماق، والأمن العام يسلمه إلى استخبارات الجيش اللبناني بعد توقيفه في مطار بيروت. يعني هل ستعود إلى لبنان؟ أنا أترخب قيد، أكيد أعود إلى لبنان، هذا حقي ومن حق الأجهزة الأمنية أن تستفسر على الموضوع. عاد فعلا الشيخ بلال دقماق إلى لبنان، لكن ليس بإرادته كما سبق وقال. عاد بعد إقفال جميع أبواب التخفي في وجهه. فبعد لجوئه إلى تركيا عممت استخبارات الجيش مذكرة توقيف بحقه بتهمة حيازة الأسلحة في منزله. وفي تركيا أوقفته أجهزة الأمن التركية بعدما ضبطت بحوزته فيزا شنغن
مزودة، وهذا ما نفاه دقماق مؤكدا أنه ليس معتقلا بدليل استخدامه الهاتف الخلوي الخاص به. لنعلم لاحقا بأن السلطات التركية سمحت له بذلك في أثناء اعتقاله. دقماق رحل إلى لبنان فقبضت عليه قوى الأمن العام اللبناني لدى وصوله ليلة الثلاثاء، ليحال بعد ذلك إلى استخبارات الجيش التي تحقق في قضية كميات السلاح الهائلة التي وجدت في منزله. يعني هؤلاء الأسلحة ليسوا لي أصلاً مثل ما قلت لك. لمن هؤلاء السلاح؟ طيب لمين؟ لا أستطيع، هذه أتركها للقضاء وللأجهزة الأمنية المختصة، هي التي لها حق أو من حقها تعرف لمن هذا السلاح. خصوصاً بعدما أعلن مواقف متضاربة في شأن حيازتها بين النفي ونسبها إلى الشيخ داعي الإسلام الشهال الذي كان له موقف مما نسب إليه. شو الفائدة؟ شو الفائدة يا شيخ بلا؟ شو الفائدة؟ في حق دقماق تهم عدة وإن لم يستدعى على أساسها، لكن لا شك ستكون أساسية في استجوابه، خصوصا أنه زع صيته بأنه مسهل وممول لمجموعات سورية مقاتلة عدة بالمال وأجهزة الاتصالات، وبأنه حرض على الجيش اللبناني علما أنه في المدة الأخيرة وفي أثناء اعتقاله في تركيا دعا إلى تسليح الجيش اللبناني بحسب الرسائل التي كانت تصل إلى الإعلاميين من خلال الواتساب. ووصلت كذلك رسالة التطمين يقول فيها: تحية طيبة للجميع وإن شاء الله نراكم قريبا والجميع بصحة وعافية. التحقيقات ما زالت في بدايتها، وأول من قد يضع دقماق في خانة الاتهام وينسب السلاح إليه الشيخ داعي الإسلام الشهال المطلوب بالتهم نفسها. فهل يسلم الشهال نفسه من دون أن يقبض عليه إن عاد إلى لبنان؟ أم يبقى في حماية السعودية عسى أن يشفع له بعد حين؟ يمنى فواز، قناة الجديد. في إطار الإجراءات الأمنية التي تنفذها وحدات الجيش في منطقة البقاع، أوقفت هذه الوحدات في مناطق بعلبك وحوشتل صفية والطيبة 19 شخصا من التبعية السورية لدخولهم الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وضبطت 3 سيارات من دون أوراق قانونية. كما دهمت قوة من الجيش منزل أحد المطلوبين في بلدة المرج البقاع الغربي، حيث أوقفت 4 أشخاص من المشتبه فيهم وضبطت بحوزتهم 3 بنادق حربية وكميات من الذخائر العائدة لها، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية متنوعة. بعد الإعلان، قروش بشرية في بحر بيروت. أهلا بكم من جديد. في مياه عين المريسي قروش صباحية تمارس السباحة في عز شباط. تقرير نوال بري. سباحة بلا ماء. أيوة. يلا نشوف. جميلة هي هذه الرياضة الصباحية التي يقومون بها، لكن هذه الحركات ما هي إلا تحمية للمهمة اليومية القادمة. أكثر من 20 رجلاً يأتون يومياً عند الساعة 5 صباحاً قبل وصول الزحمة، وما تحمل معها من هموم وضجة تعكر صف الصباح الهائم على وجه الأمواج والآتي من خلف التلال البيضاء. هم قروش البحر، أو ميليشياته كما أحب بعضهم أن يسمي المجموعة. يأتون يومياً كسباحين قبل أن يتوجهوا إلى أعمالهم كأطباء ومحامين ورؤساء ومرؤوسين. كورش طبعا البحر، هو الشباب الطيب اللي موجودين هون كليتهم الصباح من الساعة 5 إلى 7. انتشأت بيناتنا صداقة بحرية، يعني بننسى كل الدنيا والمشاكل بس نجي لهم، نعتبرهم هون ساعتين لأننا بكونوا كله في 14 و8 ونحن ما بنعرف لا 14 ولا 8 بهالساعتين. نحن بعد الساعة 7 يكون حر الواحد. بس يعني أكيد صيف شتاء عواصف، لكن هم بحب شيل الأمر إنه وقت تكون العواصف. نحن عندنا 3 خيارات هون، عندنا الخيار الأول هو هون، عندنا خيار ثاني تحت عمود الجامعة، وخيار ثالث البركة حد عمود الجامعة. بدنا نسبح. ولأن الرياضة لا تحدها قيود، فإن أبرز السباحين كان السيد سامي خضرة الذي يخرج صباحا من كادره الإعلامي المعتاد ويأخذ بدوره استشارات روحانية من البحر. السباحة الشتوية هي شغلة كتير مهمة وكتير بتقوي الإنسان، ورياضة بشكل عام طبعا هي أساس. قد إيه لكم بتنزلوا بتسبحوا؟ من زمان. وإن كانت السباحة بحاجة إلى رشاقة، هناك فسحة لمن ظن أن البحر لا يتسع له، فكيف إذا كان بشاعر؟ سر بحته يا خيي وردته عن جد وبيه،
تيبقى جسمك مرتاح لسباحه بالشتويه. شتوي وصيف سباحه. نعم نعم نعم. بعد مثلا عندك رشاء اذا كل يوم عندي رشاء. هلا بتشوف الرشاء بالبحر. هلا بتشوف كيف يلب لورا لقدام. على البحر يلا على البحر. والى البحر توجهنا ليبدا عرض المواهب مع انهمار الامطار بغزاره. في وقت نحاول فيه الاحتماء من المياه اذا بهم يهربون اليها. هناك وجدنا رجالا لم يهرموا. ابو علي المصري 82 وابو حسين عمره 80 سنه. الكلمه المعهوده اللي بتقولها شو بده البحر يا ابو حسين؟ بده جرب بده جرب. بنفتخر فيكم انتم الصبايا الحلوه. كل يوم بتعينها وبنشوفها. كل الرجال ابضيتها. انت عمرك حياك بالعاصفه نحن بننزل كل يوم بالعز العواصف. خاصة بعاصفة زانة كنا عم نسبع. أبو وليد لو ما البحر من 30 سنة بالعبر. نصف ساعة من السباحة والضحك واللعب تعطي جرعة نشاط تمتد إلى آخر النهار. شو عجبتك؟ والسبيحة خلف الله. ليكون ختامها مسكاً قبل بداية نهار طويل. نوال بري، قناة الجديد. مدرسة المروانية مهددة بالسقوط والطلاب يتعلمون تحت المياه المتسربة من السقوف. تحقيق هادي الأمين. هذه التشققات في الجدران ليست في مبنى مهجور، وهذه الغرف المتداعية ليست في منزل مواطن فقير في هذا البلد المهترئ. إن كل ما تشاهدونه من خراب هو في مدرسة المروانية الرسمية. نعم، تحت تسرب المياه من الشقوق في السقوف وتساقط قشرة الطلاء يتعلم طلاب متوسطة المروانية. عم بيوقع السقف مي، كمان بيوقع من هولي هولي اللي فوق منهم. شو هن؟ ها؟ الدهان. بيوقع عليكم؟ تعلموا؟ وبيوقع كمان على الطاولات وعلى الكراس. أنا عم بترش علي مي بيوقع على الطاولة بيطلع غراضي. بيرجع بينزل علي بايا وبنطلب من وزير التربية أن يزبط لنا المدرسة حتى لنا نتعلم. بناء المدرسة قديم جدا، إذ أن المبنى كان في الأصل حسينية بنيت عام 46 وجرى إضافة بعض الغرف إليها. والإدارة والبلدية تقدمتا بشكاوى وكتب عدة إلى وزارة التربية من أجل ترميم أو إنشاء مبنى آخر لكن دون جدوى. حسب ما بيقولوا الكبار انه هذه بنيه حسينيه كانت عباره عن غرفتين وقاعه. بال 57 قدمت لوزاره التربيه لتكون نواه للمدرسه. بما انه البناء قديم جدا فصار متاكل وامكانيه انه يتساقط اجزاء من الباطون بكل لحظه. قبل المره رممناها وسلخنا قصمه، بس هلا مثل ما شفتوا قصم ممكن يوقع. وهذه المدرسه مدعيه يعني كلها قليل للسقوط. صرنا محاكين مع وزارة التربية عدة مرات، وبخمسة 11 بعت كتاب لوزير التربية بخبره أنه هذه المدرسة قايلة للسقوط، ونحن كبلدية مسؤولين عن هذا الموضوع حملنا المسؤولية أنه إذا صار شيء بالمدرسة، لأنه فيها تقريبا شي 170 تلميذ، إذا سقطت نحن ما متحملش مسؤولية. عم تنشط عم تنش المدرسة وكلها ما فيه يعني الباطون كله مهتري. تلاميذنا عطول تحت المي، وبس يكون في برد بيجوا على البيت مقربين وساخنين وعطول سعلة يعني كمان. ومش مش قدرتنا أنه نحطهم بمدارس خاصة، نحن مع المدارس الرسمية ونتمنى أنه تابعونا هذا الموضوع. هذه المشاهد تظهر بشكل واضح أن المبنى غير صالح، ومن غير المقبول أن يكون مدرسة تحتوي على نحو 170 طالبا. فهؤلاء الطلاب من حقهم كغيرهم من اللبنانيين أن يتعلموا في مكان آمن وصحي. ما تقدم برسم وزير التربية ليصب صعب للنظر في وضع هذه المدرسة وإيجاد حل لطلاب يبحثون عن العلم في المدارس الرسمية. حتى لا يبقى الحدث أرقاما، حملة دولية بعنوان غزة بكل الحروف. منذ عام 2001 شن العدو الإسرائيلي 10 حروب على قطاع غزة،
10 حروب حرصت فيها إسرائيل على ارتكاب أفظع المجازر بين سكان هذا القطاع. بات الحدث موسمياً، 1000 شهيد، 5000 جريح، عشرات آلاف الوحدات السكنية المدمرة. بات التعامل مع الحدث بالأرقام. لكن في غزة تحت كل حجر وخلف كل دمعة حزن على شهيد ومع كل صرخة وجع هناك قصة، ولأن القصص تكتب بالحروف فقد أطلقت صحيفة السفير بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسة إمباكت بي بي دي أو حملة دولية بعنوان غزة بكل الحروف. فرحنا بهذه الفكرة البكر واللي ممكن يكون لها صدى وممكن تتوسع وتوصل للناس خاصة في العالم يعني الأجنبي. نحن العرب يعني مع الأسف يعني شفنا ما تحركنا بالقدر الكافي. مجموعة اللي قدموا لغزة بآخر حرب تافه، يعني الواحد يمكن أي واحد منهم من جماعة البالعين النفط والغاز كان بيقدر يتبرع فيه وحده. كل حرف وكل رقم يحكي قصة في غزة، وهي قصص باتت في هذه الحملة قصصا مؤرشفة، قصص ما عادت تمر في أشرطة الأخبار العاجلة، قصص باتت لمن عاشها أسماء ووجوه. اللي عملناه هو أنه حطينا صورة بكل حرف وحطينا قصة صغيرة بكل حرف. القصة مخبية، لازم الواحد يعمل مجهود مشان لا يكتشف القصة ولا يقرأ ولا يعرف أكثر، وهذا الشيء اللي مفروض عادة يعمله أي شخص اليوم بده ينبش على الحقيقة على الأرض. مشان هيك نحن هذا الفونت الهدف منه أنه نوصل رسالة للمجتمعات الأجنبية، خلي المواطن العربي يكون هو عنده دور أنه ينشر الحرف على مواقع التواصل الاجتماعي. في ويب سايت تخصصي اسمه غزة فونت، بيقدر gazafont.com بيقدر الناس يعملوا داونلود للفونت لحتى يستعملوه هني بحملاتهم، وهيك بيقدر الواحد يشوف كيف تركب هيدا الفونت، لأنه هو خلطة بين الحرف والصور اللي جاية من غزة. بس بظل كل الأشياء اللي عم تصير ممكن غزة عم تغيب عن باله شوي شوي. اكتب غزة ولغزة، فما كتب بالدم لا يمكن أن تمحوه إسرائيل. بهذه الرؤية ينطلق مشروع غزة بكل الحروف. أمنياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام منذ بعض الوقت عن إصابة الرائد في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي نون صاد بقنبلة ألقاها المدعو وائل كافياء الملقب بأبو المدارس، وذلك في أثناء مداهمته فجراً في البداوي طرابلس، وقد تمكنت القوى الأمنية من توقيفه. ملعب صور البلدي بلا رعاية البلدية، واستمراريته والاستفادة منه مرهونان بإضاءته وصيانته الدورية. تحقيق للزميل إبراهيم وهبي. هي صور بتاريخها وعراقتها بجمالها وشاطئها وأهميتها من النواحي كافة، ومنها الرياضية بأنديتها وأبرزها التضامن. وها هو ملعبها البلدي في منطقة الباص، شاهد على أجيال كروية وأسماء لامعة. انطلاقة سفراء بارزين للكرة اللبنانية، وفي طليعتهم نجم لبنان الأول رضا عنتر وآخرون غدوا الفرق اللبنانية، كانت تحديدا من هذا الملعب الذي لا يحظى كما الأندية والرياضة في هذه المدينة باهتمام ورعاية بلديتها. مبادرة من مجلس الجنوب أعادت الروح إلى الملعب عبر تأهيل غرفه وأرضيته وتجهيزه بمولد كهربائي، لكن المشكلة الأساسية تبقى في إنارته وصيانته وإدارته وتشغيله بما يضمن أوسع فائدة منه. كبلدية رجعنا نحن، يعني هذا الطبيعي ضمن الاستعمار وغيرها، بالغرف تاعت اللاعبين، الخزين تاعت اللاعبين، الحمامات نفضناها، شوية دهان الخارجي رجعنا أعدنا دهان، لأنه هو بتعرف هو مقابل للبحر، فهذه العملية الصيانة في دورية. نحن نفخر أنه ونشعر بالاعتزاز أنه الملعب البلدي عنا وعم تجري فيه مباريات على المستوى الوطني، وهيدي فرصة لصور يعني كتير مهمة بالنسبة لنا وللمدينة. ملعب صور يعني هو معلم من معالم مدينة صور، وصور هالمدينة العريقة والمدينة اللي كل العالم بيحكي فيها. نحن يعني منفضل انه يكون في اهتمام لها اكثر، خاصه الملعب. يعني الملعب كل فرق اللبنانيه يعني عم يجوا على ملعب صور وعم يلعبوا بصور هون، وفي عندنا مشكله الاضاءه،
بالليل، إذا كان في لعبة بالليل إضاءة عدم شعر، يمكن اللعيب بطلوا يشوفوا بعض. دبوق أكد أن مشاريع رياضية عدة ستفتتح قريبا، لكن الملعب يبقى الضرورة الأولى لكونه حاجة ملحة لأندية المدينة والمنطقة ككل. ممكن يكون في تقصير شوي بالنسبة لعملية الملعب، بس ولكن في لجنة بالبلدية، بس ولكن هي اللجنة المفروض اللي مشكلينها أنه تهتم بموضوع الملعب. المطلوب واضح والوعود موجودة، وتبقى العبرة في التنفيذ والمتابعة. سور الحضارة، سور الجمال، سور الرياضة، تستحق هذه المدينة العريقة كل اهتمام، خصوصا منشآتها الرياضية التي كانت شاهدا على بروز أفضل اللاعبين ليس محليا وحسب، إنما في الخارج حيث كانوا خير سفراء لبلاد الأرز. من ملعب سور البلدي، إبراهيم وهبي، قناة الجديد. بعد الإعلان عام الخروف. أهلا بكم من جديد. السيسي يتفقد القوات المسلحة عند الحدود المصرية الليبية، جنازة رمزية في القدس للضحايا الأقباط، وأخبار أخرى في هذه البانوراما الدولية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة محاصرة الإرهاب وتأمين حدود البلاد، لا سيما تلك المشتركة مع ليبيا، وطالب قوات الأمن والجيش في المنطقة التصدي لمحاولات الخارجين عن القانون. جاء ذلك خلال تفقد السيسي لقيادة المنطقة الغربية العسكرية، حيث التقى قادة القوات المسلحة المصرية. بقت مصر وأهلها في رقبتنا، في رقبتنا كلنا، مش كده؟ أيوة. وطبعا أنا واثق فيكم جدا، وواثق في قدراتكم، وعارف إن أنتم قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى إن أنتم طبعا طبعا تنفذوا كل مهمة. بس مهم تعرفوا إن إحنا ما بنعتديش على حد، ولسه هنجهز أكتر إن شاء الله. ولسه إيه؟ إحنا جاهزين وإيه؟ هنجهز أكتر. أكتر ليه؟ مش عشان حاجة، عشان نحمي ناسنا، أهلنا، بلدنا، وإذا تطلب الأمر المنطقة بتاعتنا. شارك العشرات في القدس المحتلة مساء الأربعاء في جنازة رمزية لتشييع ضحايا الأقباط المصريين الذين أعدمهم داعش في ليبيا قبل أيام عدة، وحمل المشيعون التوابيت والصلبان وأضاءوا الشموع رافعين أكاليل الورد، وجابوا أزقة القدس القديمة حتى وصلوا الكنيسة القبطية لتقديم واجب العزاء، وندد المشاركون بجرائم الإرهاب التي أكدوا أنها لن ترهب المؤمنين ولن ترحلهم من أراضيهم. جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رفضه لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليمن أو فرض أي أمر واقع بالقوة يمكن أن يؤدي إلى تقويض عملية الانتقال السياسي وتغذية حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة. وناشد المجلس كافة القوى السياسية اليمنية الالتزام بالحل السلمي والعودة إلى طاولة الحوار الوطني. أن اليمن تناشدكم بالإسراع إلى نجدتها قبل فوات الأوان، وأكرر أن يكون ذلك من خلال المساعدة على التوصل إلى حلول سلمية توافقية. جرت عملية دهم لمقر مصرف HSBC في سويسرا، وفتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال وفقاً للنيابة العامة في كانتون جنيف، التي أعلنت أنه على أثر معلومات كشفت أخيراً عن مصرف HSBC برايفت رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين بتهمة تبييض أموال. ويواجه المصرف فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال تعرف باسم سويس ليكس بعد تسريبات لمعلومات ووثائق أظهرت أن مليارات الدولارات مر عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية. في الرياض بدأت وفود عسكرية لأكثر من 60 دولة مشاركة في التحالف لمواجهة داعش بالوصول للمشاركة في اجتماع تقييمي لمسار الحرب خلال 6 أشهر من انطلاقتها. وأول الواصلين كان قائد القيادة الوسطى الأمريكي ديفيد أوستن، الذي استقبله ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والوفد المرافق. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس إن الاجتماع التشاوري الذي يستمر يومين يأتي استكمالا لمحادثات أجريت سابقا من جانب
جانبه قال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع سيكون أقرب إلى لقاء لتبادل المعلومات وفرصة للتنسيق وليس منتدى يجري فيه اتخاذ قرارات حاسمة. معلومات عن وصول مجموعة من الجيش السوري إلى بلدة الزهراء في ريف حلب، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يؤكد استعداد دمشق لوقف إطلاق النار في حلب. تواردت المعلومات عن تمكن مجموعة من الجيش السوري من دخول بلدة الزهراء التي تحاصرها جبهة النصرة في ريف حلب الشمالي، وذلك من خلال التفاف هذه المجموعة عبر بلدة بيانون المجاورة. وقد أكدت مصادر عسكرية رسمية سيطرة الجيش على عدد من قرى ريف حلب الشمالي ومن ضمنها قرية حردنتين، فيما أعلنت الجبهة الشامية وهي عبارة عن اتحاد فصائل معارضة أن اشتباكات عنيفة وقعت بينها وبين الجيش السوري وتمكنت الجبهة من استعادة حردنتين. وقالت مصادر الجبهة الشامية أنها وجبهة النصرة استعادتا السيطرة على نقاط عدة في منطقة الملاح بعد معارك عنيفة مع قوات النظام. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار وحدات من الجيش بقطع طريق إمداد حلب أعزاز الذي يؤدي إلى الحدود التركية شمالا، لافتا إلى مقتل أكثر من 70 عنصرا من قوات النظام وما لا يقل عن 66 من الجماعات المسلحة في الاشتباكات التي تدور في الريف الشمالي لحلب. تطويق حلب يأتي لإعادة السيطرة على المدينة التي تعد أحد أهم معاقل الجماعات المسلحة، لا سيما أن خط حلب أعزاز يربط الأحياء الشرقية لمدينة حلب بالحدود التركية. وسيطرة الجيش عليه أغلق معبر باب السلامة في منطقة أعزاز في وجه الجماعات المسلحة، ومن شأن سيطرة الجيش على حلب وريفها أن يعزل جبهة النصرة وتوابعها عن تركيا. وفي نيويورك أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادا لتعليق قصفها الجوي والمدفعي لحلب للسماح باختبار وقف لإطلاق النار في المدينة. كلام دي ميستورا جاء في مؤتمر صحفي عقده بعد تقديمه تقريرا إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي. حكومة سوريا أشارت إلى استعدادها لوقف كل القصف الجوي والقصف المدفعي لفترة 6 أسابيع في جميع أنحاء مدينة حلب من موعد سيعلن من دمشق. وسأسافر إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، وسأطلب من قوات المعارضة التوقف عن إطلاق قذائف المورتر والصواريخ. واعترف المسؤول الأممي بصعوبة مهمته، لافتا إلى أن الحقائق على الأرض ستثبت ما إذا كان التجميد سيصمد وهل يمكن تكراره في أماكن أخرى. أول داعشي لبناني يظهر وهو يذبح ضحيته في سوريا. تعرفوا إلى أول ذباح داعشي لبناني. هذا هو خالد شروف الثلاثيني الأسترالي من أصل لبناني، يظهر في فيديو وهو يذبح محكوما عليه بتهمة التعاون مع من وصفوا بالمرتدين في محافظة الرقة شمالي سوريا، حيث يقاتل في صفوف داعش ويقيم وزوجته وأبنائه الثلاثة. المشهد مجتزأ من فيديو دعائي مدته نحو 7 دقائق بثه داعش في 7 شباط بعنوان حصاد المرتدين، وفيه يظهر شروف يذبح واحداً من 3 أشخاص. لكن هذا ليس الظهور الأول لشروف الملقب بأبي مصعب الأسترالي، فقد أثار الرجل موجة من الغضب في آب الماضي عقب نشره صورة لأحد أبنائه يحمل رأساً مقطوعاً على حسابه على تويتر الذي أغلق بعدما امتلأ بصوره حاملاً الرؤوس المقطوعة بفخر. حينذاك كان الملاكم السابق يقيم عائلته في ضواحي سيدني، وكان في خانة المرصودين بالمراقبة الأمنية المشددة بعدما أطلق سراحه عام 2009، لكنه تمكن من المغادرة العام الماضي مستعيناً بجواز شقيقه ليلتحق بداعش، ولحقت به زوجته وأولاده الثلاثة، وذاع صيته كأحد أكثر الداعشيين دموية، إلا أنه لم يظهر وهو يقوم بالذبح إلا في الفيديو الجديد.
بدأت الصين ودول آسيوية أخرى احتفالاتها بالسنة القمرية الجديدة التي تعرف بعام الخروف، ويسافر مئات ملايين الصينيين إلى أماكن نشأتهم فيما يوصف بأنه أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم للمشاركة في هذه الاحتفالات التي تستمر 40 يوما. وقامت سلطات شانغهاي وبعض المدن الصينية بتقليل مظاهر الاحتفالات بعدما أدى حادث تدافع خلال فعاليات العام الجديد في كانون الثاني إلى مقتل 36 شخصا. وحثت الحكومة المواطنين على عدم استخدام الألعاب النارية في الاحتفالات. والآن إلى الجولة اليومية على أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ونبدأها مع عناوين النهار. لقاء الحريري وعون، طيف الرئاسة المأزومة. الجولة السادسة، نقاش الاستراتيجية ضد الإرهاب. سلام لم يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء في انتظار نتائج مشاوراته مع الأطراف. الجلسة 20 لانتخاب رئيس الجمهورية في 11 من آذار. العرب خففوا مشروعهم لليبيا. الدائر للنهار، نريد سلاحا. المعارضة السورية استعادت قرى في حلب. رؤساء أركان الائتلاف الدولي التقوا في الرياض. أوباما، نحن لسنا في حرب مع الإسلام، نحن في حرب مع الذين يشوهون الإسلام. في السفير، الجنرال يحتفي بميلاده 80 في بيت الوسط، وحوار عين التين يتطور. قهوجي مخاطبا عون، مشكلتك الرئاسية ليست معي. نقاش أوروبي مرتبك، كيف نتواصل مع دمشق؟ اجتماعان في واشنطن والرياض لمواجهة التطرف. أوباما، الإرهابيون لا يتحدثون باسم الإسلام. إلى عناوين الأخبار، عون والحريري لقاء إنعاش الحكومة. سليمان يحرتق في الجيش، وحوار عين التين يبحث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. وداعا ساحة التل. وزير المال، مجلس الوزراء لا يقوم بواجباته. تركيا تقود صد هجوم الجيش في ريف حلب. الغرب لمصر، ليس وقت الحل العسكري في ليبيا. شربل يسخر من التكفيريين، وسمحته مش دريان. ننتقل إلى عناوين الأنوار. الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله يبحث باستراتيجية لمكافحة الإرهاب. السيسي يتفقد القوات المصرية قرب الحدود مع ليبيا. مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن بتسليح الجيش الليبي. 150 قتيلا في المعارك المستمرة بمنطقة حلب. استشهاد 4 شرطيين تونسيين باعتداء إرهابي على الحدود. قيادات سياسية مصرية تهاجم الموقف الأمريكي. من أبرز عناوين الديار، صراع الجنرالات حول التمديد للضباط بين سليمان وعون. بري مع اعتماد آلية الدستور، وسلام مع الثلثين زائد واحد. الحريري كرئيس قوي للحكومة يستوجب وصول رئيس ماروني قوي. ارتفاع مستوى الحراسة في الفاتيكان تحسبا لأي هجمات إرهابية. ديمستورا أبلغ مجلس الأمن موافقة سوريا. معارك عنيفة شمال حلب وتركيا سمحت. غواصون إسرائيليون يكتشفون كنزا من العملات الذهبية يعود للخلافة الفاطمية. إلى المستقبل، عون في بيت الوسط، وإبراهيم ناقش في قطر ملف العسكريين وللبحث صلة. استراتيجية الحريري لمكافحة الإرهاب على طاولة الحوار. خسائر فادحة لقوات النظام وحلفائه في حلب. 1400 جندي أمريكي في عين الأسد. انعقاد المؤتمر الخامس لرؤساء أركان دول التحالف في الرياض. خامنئي يتعهد بموقف نووي صارم ويلوح بتقليص صادرات الغاز. أوباما، العديد من الأمريكيين المسلمين قلق ويشعر بالخوف. إلى البناء، ما هي نصائح الأمريكيين لجعجع وعلاقتها بالحوار مع عون؟ دعوة نصر الله لاستراتيجية ضد الإرهاب تفتح باب التسويات. بري يأمل بانتخاب رئيس في 11 من آذار
كضربة حظ تفاؤلية. الجيش يواصل عملياته في درعا وطلائعه تصل نبل. روما تدعو لمنع الفوضى وقطر تتحفظ على الغارة المصرية. من عناوين اللواء: حوار عين التين يلامس مواجهة المخاطر، ولقاء متوقع بين بري والحريري، عون في بيت الوسط، تواصل وعشاء، وجعجع يؤكد الخلافة حول الرئاسة الأولى، الجميل في بيت الوسط اليوم والسفراء العرب. المشنوق 172 مليار دولار في المصارف اللبنانية. أركان التحالف الدولي يستعرضون مسار العمليات ضد داعش، عشرات القتلى في معارك حلب والمعارضة تستعيد بلدة رتيان. قوات مصرية تقتل 155 من داعش في ليبيا. من عناوين صحيفة البلد: عون إلى مائدة الحريري والآلية الحكومية تراوح. دمشق مستعدة لوقف القصف على حلب 6 أسابيع. رفع الحظر عن تسليح حكومة ليبيا. في الجمهورية: آليتان قيد النقاش، حكومية واستراتيجية. وعلى صورة للقاء الرئيس الحريري مع العماد عون، كتبت الجمهورية: استمرار الحوار. مساجد بيروت وضواحيها مراقبة وخطب المشايخ تسجل. لبنان يسلك درب المؤتمر التأسيسي. 160 قتيلا في معارك حلب. ما هي مخاطر التدخل العسكري في ليبيا؟ في الحياة: وزير الخارجية المصري للحياة: يجب فصل مسار الحل السياسي عن محاربة الإرهاب في ليبيا. وزير الخارجية القطري للحياة: الخلافات الخليجية من الماضي ولا ندعم الإخوان المسلمين. إطاحة محمد علي الحوثي من رئاسة اللجنة الثورية للجماعة. إيران تعرض وساطة في اليمن بلا ضغوط. خامنئي يلوح بورقة الغاز لمعاقبة الغرب. ديمستورا إلى واشنطن لإنقاذ خطته. موسم الهجرة المضادة من روسيا. ختاما إلى عناوين الشرق الأوسط: ارتباك حوثي وتضارب حول الإطاحة بحاكم اليمن الفعلي. مطالب برفع حظر الأسلحة عن الجيش الليبي ومخاوف أوروبية من متسللي داعش. القاهرة تتهم الدوحة بدعم الإرهاب لتحفظها على ضرب ليبيا. أرامكو نحو اقتراض 10 مليارات دولار لتمويل صفقات استحواذ. تجارة داعش في الأعضاء البشرية تنطلق من الموصل. وفي الختام نذكر بعناوين هذه النشرة: لقاء وعشاء بين عون والحريري في بيت الوسط. كان في الخاص عسكر تمديد لمين؟ اللي بده يحصن الجيش بمعركة ضد الإرهاب بشرع قيادته الجماعية وقائد الجيش. بعد ترحيله من تركيا، دقماق يلقي بتهمته على الشهال. السيسي مع الجيش عند الحدود. احنا جاهزين وايه؟ هنجلس على الارض. ريف حلب يعود تدريجيا الى النظام. في الختام شكرا للمتابعة والى اللقاء.